حفاظا على الذاكرة الجماعية الفلسطينية وتوثيقها لتناقلها من جيل إلى آخر. تمحور المؤتمر السنوي الثاني لبيت الذاكرة للتراث في مدينة الناصرة حول الذاكرة السينمائية والدرامية ودورها في توحيد وبناء مستقبل الشعب الفلسطيني. هذا هو المؤتمر السنوي الثاني لبيت الذاكرة والتراث الذي مقره مدينة الناصرة. السنة الماضية كان المؤتمر حول الغناء الشعبي ودوره في صياغة الذاكرة، والآن اليوم كان المؤتمر حول دور السينما والدراما التلفزيونية في صياغة الذاكرة الجماعية الفلسطينية. الحقيقة أنه كان من الدول العربية والفئة. الرسالة اللي لازم توصل للناس من هذا المؤتمر أنه الشعوب عادة تبنى مستقبلها على ذاكرتها، والتراكم تبع الذاكرة جدا جدا مهم في حياة الشعوب. يعني إذا بنطلع بناخذ مثلا الشعب اليهودي، عاد توحيد قصته وبذلك هو عاد صياغة نفسه كشعب اللي قدر ينهض عن توحيد الذاكرة، قدر يبدأ يبني مستقبل بغض النظر عن رأينا في هذا المستقبل، بغض النظر عن رأينا في نتيجة هذا المستقبل. ولكن إحنا كمان بتخيل فلسطينيا وعربيا، إذا ما التفتنا للذاكرة تبعتنا وحطناها قدام عيوننا حتى تكون مرجعية لبناء مستقبلنا، أنا بتخيل أنه مستقبلنا دائما رح يضل مبني على أساسات مزعزعة. أهمية حفظ الذاكرة الجماعية بكل وسيلة ممكن من وسائل الفنون قاطبة، سواء كان ذلك في المسرح، في السينما، في الغناء الفلسطيني، في الحكاية الشعبية، في السير الذاكرية. نحن بحاجة ماسة إلى توثيق وحفظ هذه الذاكرة. لا تقبل تشتغل فيها لما بتكلم.